الدرس الحادي عشر التجزئة أستكشف قام الأطفال وقت الراحة بلعبة فتجمعوا حسب لون الميدعة أحيط بخط كل مجموعة أتدرب واحد أحيط مجموعة أدوات الكتابة بخط مغلق وأرمز إليها. تتمثل مجموعة أدوات الكتابة في الأقلام، نرمز لها بوضع قلم. اثنان: أجزئ مجموعة الغلال حسب اللون. كما هو مبين أمامنا، فالغلال يتميز بعضها باللون الأصفر والبعض الآخر باللون الأحمر والبرتقالي، لذا سنجزئها إلى ثلاثة مجموعات؛ مجموعة الغلال الصفراء، مجموعة الغلال الحمراء، مجموعة الغلال البرتقالية. ثلاثة ارسم عناصر مجموعه الاشكال الهندسيه وفق الجدول من خلال الجدول نرى ان عناصر مجموعه الاشكال الهندسيه تتكون من مثلثين ودائره وثلاثه مستطيلات نقوم بوضع كل منها في مجموعه جزئيه ثم نضع اتحاد المجموعات الثلاثه كما هو مبين في الرسم التالي اوظف واحد احدد مجموعه الحيوانات مجموعه الحيوانات تتكون من جميع العناصر التي تظهر امامنا على الشاشه ما عدا الشجره لا تنتمي اليها نحيط جميع عناصر الحيوانات بخط مغلق وذلك للحصول على مجموعة واحدة اثنان أجزئ مجموعة الحيوانات إلى مجموعة حيوانات تعطينا حليباً ومجموعة حيوانات تعطينا بيضاً لتجزئه مجموعه الحيوانات الى مجموعه حيوانات تعطينا حليبا ومجموعه حيوانات تعطينا بيضا نقوم بفصل كل من البقره والماعز والجمل بخط مغلق فهي تمثل المجموعه الحلوبه ونضع بقيه الحيوانات في خط مغلق فهي تمثل مجموعه الحيوانات التي تبيض ثلاثة أشطب العنصر الذي لا ينتمي إلى مجموعة الحيوانات العنصر الذي لا ينتمي إلى مجموعة الحيوانات هو الشجرة إذن نقوم بشطبه من بين بقية العناصر أقيم اكون مجموعه ازهار واحدد ضمنها مجموعه جزئيه ثم ارمز اليها اذا نقوم برسم مجموعه ازهار ونضع ضمنها مجموعه جزئيه لازهار تختلف عن البقيه بلونها البنفسجي